حضراتكم اعزائي المشاهدين، ودلوقتي بنبدا معاكم برنامجنا طعم البيوت. وطعم البيوت زي ما احنا متعودين بيبدا مع المطبخ، والنهارده زي ما قلنا معانا الشيف عز حسين. اهلا بيكي شيف عز مره ثانيه. شيف عز خلصت الكيك، خلينا نقول كيك القرفه الجميلة جدا ومختلفة عن كيكة الشوكولاتة الفانيليا اللي احنا متعودين عليها. تمام، لان دي مزاج خاص، يعني حاجة جديدة شوية. تمام، بنحب ان احنا نرضي جميع الاذواق. صحيح، فبنعمل مثلا قرفة في ناس كتير بتحبها، فقلنا ندخلها جوه الكيك. تمام، ونبتدي نديها صوصات جميلة. يعني مثلا ندي صوص. قولي لي المقادير الأول. دي عبارة عن 2 كوب من الدقيق، واللي بيحب يخليها يعني اقل هشاشه شويه بيخليها 2.5. تمام تمام، في كوب ما بين السمن والزيت اللي هو الذره، عشان تبقى هشه وخفيفه وجميله، ما تبقاش تقيله كمان. السمنات بتتقل، لكن دي بتديها كده هشاشه جميله جدا. تمام، بنحط 4 بيضات. بنحط ما بين اللي بيحب الحاجه الحلوه قوي بيحط 2 من السكر، كوبايتين. لكن انا انت هتحطي صوص فيه سكر برضه؟ لا، انا عن نفسي حاطه 1.5 كوب. تمام، من السكر، 1 فانيليا، بيكنج باودر. بحط واحده من الزبادي. ليه بقى؟ تعمل ايه بقى؟ بيخليها كده طريه هشه، عمرها ما تنشف، يعني مهما تقعد معاكي تفضل هشه وجميله جدا. والقرفه بقى قد ايه؟ بص حضرتك، القرفه 2 معلقة. انا بعمل ايه؟ 2 كبار. كبار، واحط عليهم كمان 2 معلقة من الكاكاو ومعلقه من السكر. باخد جزء من عجينه الكيك بعد ما بعمل الكيك خالص. تمام، خلاص ظبطته وحطيته على الدقيق وبقى جميل معايا. بحط الاول الكيك اللي هو الابيض، وباخد حبه في طبق، ببتدي احط عليهم 2 من القرفه عشان تدينا المذاق الجميل. يعني بتعمليها زي الماربل كده، زي الرخاميه. ايوه، في النص، يعني ما بتبقاش كلها قرفه. لا 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 لا، بتعملي جزء فانيليا وتملي في النص. تمام قرفة. تمام، بحط لها 2 معلقة من السكر لان الحاجات دي بتمررها شويه، فببتدي اديها الحلاوه بتاعتها تاني. هو احنا القرفه دي بقى ممكن نبدلها باللي بيحب بقى الشوكليت يعملها شوكولاته، بس اللي بيحب طعم البني شويه يحط لها يعني بني كده. ايوه، ممكن نلعب في المذاق. حلوه الفكره. ممكن ازينها لحضرتك؟ انت بس قولي لنا الاول بقى السكر اللي انت عاملاه ده. لا، انا عامله هنا، انا عامله هنا عباره عن 100 جرام من لبن البودر، 100 جرام من الجبنه الكريمي اللي ما فيهاش اي اطعمه. جبنه كريمي، عشان بتديكي حاجه كده ما بين السكر والحادق شويه. تمام، معايا 100 جرام من اللبن البودر، 100 جرام من الكريم جونتيه، 100 جرام من السكر البودر. ببتدي اضرب كل ده بنص كوبايه من اللبن. طب جميل، ده حاجه مغذيه، يعني زي ما حضرتك شايفه كتير جدا. طيب جدا، احنا هنسيبك تزينيها براحتك، احنا عرفنا المقادير، بس خلينا نقول ده كمان برضه عباره عن ايه. ده يعني عباره عن فطير تركي، لكن احنا بدل ما نفضل نعجن ونفرد والكلام ده، فاحنا ممكن نسهل على نفسنا. ببتدي اجيب جلاش، ببتدي اخد ورقات الجلاش. ده يبقى حلو في عيد الاضحى، يبقى كويس. جميل، لان مش كل الناس اللي بتحب الرقاق، ولا كل الناس اللي بتحب الشوربه تكون تقيله. تمام، لحمه مفرومه عادي بتاعتنا مع جبنه موتزاريلا. مع موتزاريلا. ايوه، في النص. وبتبتدي تلفي رولات وتدي الدواير، وبنبتدي نجيب كوبايه من اللبن وبيضه ورشه من الملح، يعني نص معلقه نص معلقه من الفلفل الاسمر، بيتضرب كويس ويتسقى مع 2 معلقة من الزبده، وبيخش على الرف الاوسط في الفرن. تمام، فبيطلع تحفه، وتطلع بقى متحمره جميله كده. جميله جدا، بتبتدي تاخديها رولات وانت بتاكلي، مش هتتقطع بقى قطع زي ما احنا متعودين. هتبقى ملفوفه جاهزه كله كده، بتبقى عباره عن بس دي مش رول متهيألي. لا لا، رول بس لزقت في بعضها شويه مع الفرن. لسه هتفصليهم بقى. لا لا، هفصله. طيب بسرعه بقى، البرياني ده عباره عن ايه ومقاديره ايه؟ البرياني ده عباره عن، انت دلوقتي بتسلقي صدور الفراخ. ابتدي اجيب صدور الفراخ، اي بقى كميه حضرتك عايزه، نص كيلو اللي انت عايزاه. تبتدي بيتبل كويس جدا ويتعمل له شقوق كده ويتحشى ويتحط في زبده، ويبتدي ان احنا نقفل المسام بتاعته خالص. ليه؟ يعني عشان يبقى صدمه. ايوه، يبقى جوسي كده جميل. بتحشيه بصل وكده؟ ايوه. ممكن تتساب يوم يعني يبقى ساعه، اي وقت، بس كل ما التتبيله بتبقى في اي نوع من اللحوم بتبقى جميله جدا، بتبقى قطره طبعا وتاخد مذاق اكتر. تبتدي بقى تاخديها كده صدمتين، وبننزل عليها بالميه المغليه علشان ما تشدش. اللحوم بالذات بتحب الميه السخنه. لحمه بارده؟ لا، انا بعملها بالصدور. اللحمه شيء والصدور شيء تاني. لا، انا بقول لك يعني ما تحطش عليها ميه بارده، بعد ما ياخد صدمه يتحط ميه مغليه. تمام تمام، ما تحطش ميه بارده. بتبتدي بقى تتبليها. انا جايبه عندي بهارات البرياني بتبقى جاهزه. ما عندناش بهارات برياني جاهزه، ممكن بنجيب كركم
وكاري، باربيكا، حبهان، بوس التيب، ورق اللورا، القرنفل. بصي حضرتك تطعيمات توابل والله حاجات جميله جدا. بس اول ما بتخش في السوى ببتدي انزعها من الشوربه بتاعتها وانزل بقى الرز اللي هو البسمتي يتسلق في الشوربه، يبتدي هيتفلفل هو، يبقى جميل جدا. وبعد كده باخدها، لو عندك حته فحمه حابه انك تديها المشويات بتحطي فيها وبتغطي الحله وبتبتدي بقى تقطعيها كده ترانشات. هنشوفها برده معاكي لما تقدميها ان شاء الله. يعني منيو جميله ظريفه جدا، وممكن ان احنا نستخدمها وبعدين صحي جدا في العيد برده، وممكن نبدل الفراخ باللحمه، كل حاجه زي ما احنا عايزين، اي حاجه اللي حضرتك بتحبيها. اهلا بيكم مره تانية وفقره مطبخ زينب بطعم بيوت، وده طبعا الختام بتاع الحلقه زي ما تعودنا. والحقيقه الشيف عزه النهارده تالقت مع زميلتي نيفين في فقرتهم اللي كانت قبل الفقره الاخيره، وعايزه اقول بقى الشيف عزه عامله رز برياني وبالصدور. انا قلت لها ده رومي، قالت لا دي فراخ. طبعا اسلوب العرض اسلوب مهم قوي، بس انا هتوقف عند حاجه مهمه قوي، انها اهتمت نمره واحد بالسلطات. يعني شايفه كم سلطات كتير جدا، طبعا نوع من الثقافه بقى انها جايه وقاريه ومذاكره، ان مهم الفيتامينات تكون موجوده في كل وجبه بنقدمها. الالوان الالوان كده طبعا الالوان كل ما كترت كل ما قيمه غذائيه عاليه جدا. عندك النهارده كام نوع سلطه مقدماه؟ انا حاطه اتنين يعني لايقين مع بعض في الاكله نفسها، اللي هم نفكر الناس بقى التبروكي الفتره اللي فاتت. يلا السلطه الخضراء دي انا بقول انها اهم حاجه في البيت. تمام. ليه بقى؟ لان انت كده بتاخدي كل القيمه الغذائيه حتى لو ما اكلتيش خضار. كويس قوي، خلاص كلنا، طالما في الوان كتير انت كده تمام. يعني يعني اللي هي الفكره التقليديه ان لازم يبقى في طبق خضار بالصلصه، باميه، فاصوليا، لا مش لازم. ممكن يبقى طبق السلطه يغني عن وجود، يعني مثلا انت عامله برياني ما فيش جنبيه خضار، لا طبق السلطه كافي كافي أنا جدا. لان الاولاد عندنا ما بيحبوش الخضار، نخدعهم شويه. بصي يا عزة، يعني انا نيفين قالت حاجه مهمه قوي، انا هقف عندها. نعم. حكايه بقى التابوهات او الثوابت، لازم الخضار معاه صلصه، ده اللي مش مهم، لازم نغيره. يعني ممكن يبقى الخضار من غير صلصه وطعمه حلو جدا بليمون مثلا، او سوتيه بيبقى جميل جدا. ممكن بنعمله يعني بحاجات كده بالعصاج ونحطها في الفرن ونطلعها، بيحبوها كتير يعني. اكتر من انك يعني يعملي نوع من انك صلصه بقى وتسبيكات والحاجات الثقيله، ما بقاش حد هو يتناسب مع الاكله كمان. يعني لازم طبعًا تكون السلطه اللي موجوده تتناسب مع الاكل. يعني احنا عندنا البرياني ما فيش جنبيه خضار، ورز ممكن يبقى جف شويه هو واللحم، فعشان كده مطلوب جنبه يبقى فيه سلطه خضراء. اكيد. جميل كده احنا وفرنا ان احنا بقى عندنا نشويات. صحيح. عندنا بروتين. صحيح. عندنا طبعا خضار بكل الانواع، كل وانا اتحدى ان مفيش حد يحب السلطه الخضراء. تمام. تعالي لي بقى هنا، انت قطعتي دلوقتي بقى كيكه القرفه دي، شكلها جميل جدا. والزينه بقى اللي انت عملتيها، يعني هي حتى دلوقتي باينه قدام الناس، شايفينها ملونه من جوه زي ما انت قلتي. لان انا عملت ايه؟ لان انا جبت عجينه الكيك وابتديت احط جزء من العجينه الابيض، وخدت جزء اختزنته على جنب، ابتديت احط له قرفه، احط له كاكاو بس نوع من انواع الخام الاسباني. جميله قوي، بتدي نكهه عشان يبقى تقيل. لا والنكهه يعني على فكره الشوكولاته تبقى طعمها باين. بتاكلي شوكولاته على قرفه مع بسكرها شويه، وببتدي احط الطبقه البيضاء. تمام. خلاص هي كده استوت جميله جدا في اي فرن. حطيتي شوكولاته كمان ولا ده انا حطيت ده كله كله حطيتي كراميل وشوكولاته بتديكي اطعمه تحفه. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، ان الصوص ده دخله نوع من الجبنه الكريمي اللي ما فيش فيها اي اطعمه، فبتديكي حاجه كده الحلوه الغربي الجميل. كانها جاتوه يعني. بالظبط. نيفين حضرتي الفقره ومعاكي الاسرار دي، انا هاخد منك الوصفه بالتفصيل. شوفي بقى يعني الفيديو بتاعنا على صفحه طعم البيوت في الفيسبوك، وده اللي احنا كنا بنقوله لكل مشاهدينا، ان تفاصيل كل وجبه بنقدمها بالمكونات والمقادير وطريقه العمل هتلاقوها على صفحتنا. انا بس صفحه طعم البيوت على الفيسبوك. عايزه اقول حاجه عشان مش هنفوت الحته، الكيكه دي انا هعملها النهارده ان شاء الله. كده على فكره مش كده شكلها كده يغري. لا لكن السؤال للعامل نظام غذائي يعني صحي، ممكن بدقيق شوفان؟ طبعا ممكن شوفان، ممكن نحلي بعسل النحل تبقى جميلة فكرة جدا. ممكن ندخل موز كمان بدل ايه بقى الموز؟ الموز ده برضو لا سوري مش في الزينة، مع العجين الشوفان. الموز نفسه مع العجينة؟ بيتضرب معاه وبيتحط. بصي قرفة،
موز، عجين شوفان، عسل نحل، بيديكي كيكه تحفه. لا ده انت تعملها لنا بقى في وقت. لا ده عينيا عشانك. تعملها لنا في المره الجايه. عينيا حاضر. ودي اخر حاجه معانا النهارده اللي احنا قلنا عليها، رول. اه ممكن بنبتدي لما يبرد بنبتدي كده بنفصله، بيدينا رولات كده جميله جدا. بس هو الفرن شويه. انت بقى بتعمليه رول ازاي؟ يعني انا بجيب، بص حضرتك، بجيب بفرد كده الجلاش. هو على فكره ممكن بيتعمل انك تعملي عجين، لكن احنا مش عايزين كده، عايزين هي اساسا بالعجين. هي اساسا بالعجين عملتيها بالجلاش عشان تبقى اسهل. تبقى اسهل وهتديكي طعم جميل جدا. والحشو جوه ايه بقى؟ بصي الحشو ده اختياري، يعني في عصاج لحمه معصجه، في تحطي عليها موتزاريلا، ممكن لو حابه بسطرمه وجبنه وفلفل رومي وزيتون، بتبقى تحفه. لكن انت عامله فيها ايه النهارده؟ لا اللي انا عاملاه ده لحمه معصجه مع الموتزاريلا. انت لفاها زي الليمون؟ لا ده لا ده عصير. ده عصير. عصير. عموما يا تسلم ايديكي ونورتينا النهارده على الهوا، وحلقه متميزه. بشكر كل فريق العمل فردا فردا من اعداد واخراج وتصوير، وزميلتي العزيزه نيفين، وطبعا شيف اللي نورتني النهارده شيف عزه. استنونا بكره في حلقات جديده وبعده كل يوم، وفقرات مهمه للاسر المصريه في كل مكان. بنشكرك شيف عزه، نورتينا. شكرا زميلتي ايمان. وزي ما قلت لكم كل التفاصيل هتلاقوها على صفحه طعم البيوت على الفيسبوك، كل التفاصيل والمقادير وبتاع النهارده وبتاع كل الحلقات اللي فاتت. بنتمنى ان احنا نكون وفقنا في عرض حلقتنا النهارده، على وعد بلقاء متجدد وفتره الاسره المصريه زينه بطعم البيوت. فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه؟ ما تهيا بينا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله منه واللي بيلمنا. طب وطي النار لسلسوا مننا. اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلاق، لحم القعر محروقه ومقرمشه واسمها بلاريس. الله الله الله، اوه الله الله الله، ودي معلقه من وش الحلاق، لحم القعر محروقه ومقرمشه واسمها بلاريس. الله الله الله، نقلب ومزمز وتسلى، ايوه انطق ابدا عنها بحته بليز. واقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز، دايتك يبوظ، ده الاكل لذة من لذات الحياة. بنعيشها مرة وبناكل مرتين، هات من دي علبة، لا طب هات علبتين، اعمل حساب الغالي.